لفقرة بين قوسين في هذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب محمد البكيري من صحيفة النادي بعنوان شوية احتراف اتحاد الكرة، والتي جاء فيها عبد الله العنزي قضية الساعة والساحة الرياضية. اللاعب تأخر عن معسكر المنتخب، اللاعب تهرب، لا بل راحت عليه الطيارة، وآخر يغرد يمكن راحت عليه نومة يا جماعة. أين القضية؟ العنزي على حسب المتحدث الرسمي في المنتخب تأخر عن التدريب الأول 4 ساعات، والمدرب لوبيز رفض انضمامه وأبعده نهائيا عن التشكيل الذي سيواجه إندونيسيا الأربعاء القادم. ما هي الدفوعات؟ نادي النصر يصدر بيانا يبرر فيه أسباب تأخر لاعبه، ويؤكد أن حجز خط سير عودة اللاعب من رحلته اللندنية العلاجية واجه صعوبة مما أخر وصوله إلى صباح الجمعة، وقد أخطروا إدارة المنتخب بذلك، كما أشاروا إلى أن اللاعب أبدأ أسفه الشديد لعدم تمكنه من الانضمام لظروف الطيران. ما هو النظام؟ لا أحد يعرف ما هو النظام المتبع حسب اللائحة وما يجب اتخاذه في مثل هذه الحالات. كل يغني على ميوله للتنازع في هذه القضية، وكأنها معادلة رياضية بلا نتيجة، فهذا ينافح عن اللاعب ويؤكد منطقية مبرره، والآخر يستعيد مواقف مشابهة للاعبين في أندية أخرى تم عقابهم، وذاك يقسم أن هناك لاعبين تم مجاملتهم وتغاضوا عن عقابهم. ويضيف الكاتب: شخصيا أرى أن هذا الحارس الشاب والأسرع تطورا وبروزه كأفضل الحراس منذ الموسم الماضي بينه وبين انضمامه للقميص الوطني إن، ففي المرة السابقة أبعد بدون مبرر فني أو إداري، مما دفع بعض مفاليت صحافة القفز من الشباك لإلقاء السبب إلى عدم حمله الجنسية، وأن إبعاده تغطية على ذلك، ومن ذات الفئة من قال أنه لا يستحق. أما مع قضية إبعاده الثانية فإنني أتساءل أين الإجراءات المفروض اتخاذها باستدعاء اللاعب للتحقيق أولا للاستماع إلى أقواله، ثم الأخذ بها أو رفضها لإصدار القرار. ويختتم الكاتب مقاله بقوله: رغم أننا أصبحنا تحت غطاء اتحاد منتخب بلوائح جديدة، إلا أننا لازلنا تاركين كرة القرار في المدرج الجماهيري والإعلامي، ومن يكسب سيكون القرار معه. شوية احتراف، اتحاد الكرة.